كان يا ما كان، في دوحة، في مدينة، في زمان. منارة للعلم وللخيال هي عنوان مكتبة تتجولان فيها أنتما الاثنان. إليكما سراجي هذا، عليكما أن تملأه بثمانية وعشرين حرفاً، تكتبانه، تنطقانه، وتسمعانه. حينها فقط سنكون الأصدقاء، وسيجمعكما بي بعد ذلك اللقاء. وسهلا، تفضلا، سوف أكون معكما بعد قليل. انظر يا نورة، إن الشخص الذي يعيش هنا أرنب. أهذا صوت أرنب؟ أين ذهبت؟ أين اختفت؟ لقد كانت هنا بالأمس، يا لها من شقية. أهلاً وسهلاً بكما يا صديقي، أنا الأسد أسامة، وأنا رائد فضاء، وهذا هو مكوكي الفضائي. أنا أبحث عن همزتي، وهي أول حروف اللغة العربية. هل رأيتماها؟ لا نعرف شكلها يا أسامة، هل لديك أي صورة لها؟ بالطبع، فأنا والهمزة صديقان. هذه صديقتي الهمزة، ولونها أحمر جميل، وهذه صورة تجمعنا عندما كنت صغيرة. ومن هذا الأرنب يا أسامة؟ ها؟ الأرنب، وجدتها. وجدت الهمزة؟ كلا، ولكنني أعرف الآن أين نبحث عنها. Okay.
أين نحن؟ أعتقد أننا في الفضاء. نعم، نحن في الفضاء، وسنقوم بجولة نتعرف فيها أكثر على الهمزة، ونزور كوكب الأرانب أيضا. الأرانب؟ نعم، فأمير الأرانب يعرف الكثير عن الهمزات. لكن الفضاء كبير، كيف سنجد كوكب الأرانب؟ أها، سيدلنا عليه الحاسب الآلي أو الكمبيوتر. كل ما علينا فعله هو أن نرسم له أول حرف من اسم الكوكب. أتعرفاني ما هو الحرف؟ الهمزة. نعم، والهمزة حلقة مفتوحة وتكتب هكذا. إني أرى حرف الهمزة في الفضاء يا أسامة. نعم، أنا أراه أيضاً. تمسكا جيداً يا صديقي إلى كوكب الأرانب. لماذا توقفنا يا أسامة؟ تعالا وانظرا لتعرف لماذا توقفنا. الله، كوكب الأرانب! يا له من كوكب رائع! نعم، هل يشبه شيئا معروفا بالنسبة لكما؟ يشبه رأس الأرنب. نعم، هيا بنا، فأمير الأرانب في انتظارنا. ولكن تذكر، نحن نبحث عن همزة حمراء. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، كم أنا سعيد بلقائك من جديد أيها الأسد أسامة. وأنا كذلك يا أمير الأرانب، أعرفك بصديقي. المعذرة يا أسامة، فقبل أن أتعرف على أحد يجب عليك أن تؤدي القسم. نعم، نسيت. أقسم أنني لست جائعة، وأنني لن آكل أي أرنب حتى لو كنت معه ضائعة. والآن يشرفني التعرف على صديقيك. أنا اسمي نورة، وهذا أخي. نعم، أنا أخوها راشد. تشرفنا. وأين همزتك يا أسامة؟ ألم تأتي معكم؟ جئت كوكبك يا أمير الأرانب لأجد همزتي، لأنني أضعتها. بحثت عنها في كل مكان، في الإناء وفي حدود السماء. وتظن أن همزتك الشقية جاءت إلى الفضاء، وبالتحديد إلى كوكب الأرانب. نعم، كوكب الأرانب كوكب كل همزة. ولكن كيف تركت همزتك تضيع؟ نعم، تذكرت، كنت أكتب قصة عن مغامراتي كرائد فضاء، وعندما أنهيتها وقعتها باسمي الأسد أسامة.
لابد أنك كتبتها دون ألف، فوقعت الهمزة وضاعت يا أسامة. ألا تعرف أن الهمزة في أول الكلمة تحتاج إلى ألف تحملها؟ وإلا وقعت وضاعت. آه صحيح، وكيف نسيت ذلك؟ وتحب الهمزة أيضا الجلوس على الواو وعلى الألف المقصورة. وماذا تعرفون يا أطفال عن التشكيل؟ وماذا عن المدود؟ تعالوا معي إلى مسرح الأرانب العجيب لكي تتعرفوا أكثر على التشكيل والمدود وكيف يظهران على الهمزة. ها؟ وماذا عن همزتي؟ أنا متأكد أننا سنجد من يدلنا عليها في المسرح يا أسامة. أهلا بكم في المسرح، إنه المكان الذي نقدم فيه أجمل العروض التمثيلية والغنائية، وتسمى تلك العروض المسرحية. هيا فلتبدأ الأغنية. كل حرف من حروف الهجاء جميل، بالأخص إذا ما جمله التشكيل. ألم يكن ذلك سهلا؟ وهل تعرفان حيوانا يبدأ اسمه بالهمزة؟ أسد. أرنب. وهناك أيضا ألوان تبدأ بالهمزة، مثلا هذا الأرنب لونه أزرق. هل بإمكانكما معرفة الألوان الأخرى؟ أصفر، أخضر، أبيض، أسود، أحمر. ها؟ أحمر مثل لون همزتي. ها؟ ولما لم تقل إن لون همزتك أحمر؟ فلنسأل هذا الأرنب الأحمر. أيها الأرنب الأحمر، هل رأيت همزة حمراء؟ ها؟ أين؟ يا له من أرنب سريع! أخاف أن يضيع منا يا أسامة. آه، لن نستطيع اللحاق به إذا ركضنا نحوه، فهو أسرع منا. أنا لدي فكرة. فكرة رائعة يا نورة، فإننا أسرع عندما نطير، وبإمكاننا رؤية الأرنب من بعيد. آه، إن الأرنب الأحمر متجه نحو تلك الغابة. هيا نتبعه قبل أن يضيع منا.
انظرا، هناك إناء وفيه أناناس. ها، أنا أحب الأناناس. كلا يا راشد. أوه، أنا بدأت الإحساس بالجوع. أرنب أحمر لذيذ. على ماذا اتفقنا أيها الأسد؟ عليك أن تفي بوعدك وألا تأكل أي أرنب هنا. آه، نسيت. حسناً، ماذا علينا فعله الآن؟ عليكم أن تصوغوا جملة فيها الهمزة بكل أشكالها. أ أو إي. هذا صعب. آه، وأنا جائع. وجدتها. أمر الأسد أن يأكل أرنباً. أكل الأسد أسامة الأناناس الأصفر من إناء أخضر. آه، ولكنني لا أحب الفواكه، فأنا أسد أحب اللحوم. يجب أن تنفذ ما جاء في الجملة يا أسامة. آه، حسناً، وما هي الجملة مرة أخرى؟ أكل الأسد أسامة الأناناس الأصفر من إناء أخضر. حسناً. ها؟ إنه لذيذ. ها؟ همزتي، أنت هنا يا شقية؟ أنا سعيد لأنك أخيراً وجدت همزتك التي تبحث عنها. شكراً لك يا أمير الأرانب. عفواً يا أطفال، وشكراً لكم على هذه الزيارة الجميلة، وأتمنى أنكم قد تعلمتم الكثير عن الهمزة، كيف تكتب وكيف تنطق، وعن التشكيل وعن المدود. هيا يا أطفال، فأنا جائع وعلينا العودة إلى المكتبة الكبيرة بسرعة. إلى اللقاء يا أمير الأرانب، وشكراً لكم جميعاً.